جدولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي نقرأ منها: لا تنظف أذنك بالأعواد القطنية. حذر مختصون ألمام من استعمال الأعواد القطنية لتنظيف الأذن، موضحين أن الأعواد يمكن أن تضغط الشمع إلى أعماق الأذن، والذي قد يضغط بدوره على طبلة الأذن، ومن ثم لا تصدر الطبلة ذبذبات على نحو سليم، ما قد يؤدي إلى أسوأ الحالات، في أسوأها إلى فقدان السمع. وأضافوا أن شمع الأذن يؤدي كثيرا من الوظائف المهمة، حيث يعمل الشمع الحمضي على حماية الأذن من عدوى الفطريات. نطالع وإياكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية دراسة: أطفال الأنابيب أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن في الكبار. جاء في تفاصيل الخبر: كشف دراسة جديدة عن أن أطفال الأنابيب أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن في مراحل لاحقة من العمر. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد الباحثون القائمون على الدراسة أن أطفال الأنابيب يتم تغيير جيناتهم، ما يجعل أوزانهم أكبر بمتوسط رطل ونصف عند بلوغهم سن التاسعة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الوسط البحرينية علماء: الدهون في منطقة البطن مفيدة أحيانا. توصل علماء من جامعة أمريكية أن الدهون الموجودة في منطقة البطن لها فوائدها، ففي حين يعتبر كثير من الأطباء وأخصائي الصحة أن تراكم الدهون في الجسم مؤشر خطير على الصحة، أشارت دراسة تم نشرها مؤخرا إلى أن الطبقة الدهنية الداخلية الرقيقة الموجودة في منطقة البطن عند الإنسان لها دور في وقاية الجسم من بعض الأمراض. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين، التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: استبدال جميع السوائل بالماء يمنح الجسم الحيوية والرشاقة. يوصي الخبراء بشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم للحفاظ على صحة جيدة. وقد وجدت دراسة حديثة أن شرب الماء يمكن أن يزيد سرعة الدماغ بنسبة 14% ويقوي نسبة الذكاء. ومن ناحية أخرى، فإن الماء يساعد على إذابة المواد السامة الموجودة في الدم ويزيد من فعالية عمل الكلى، مما يؤدي إلى طرد السموم خارج الجسم.